هي المفروض تبقى تقطيع البيتزا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا معاكم مطبخ بطوط، انتوا خلاص حفظتوني المفروض. النهارده هنعمل طريقة جميلة قوي 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 وفيها تغيير انا شفتها، فقلت طبعا انتوا عارفين انا دايما بشوف الوصفات على النت وبجيبها لكم عشان تعملوا. النهارده هنعمل بطاطس، هنعملها بيتزا. هتجيبي البطاطس وهتقطعيها نصين بالشكل ده. البطاطس دي مغسولة كويس جدا 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 اهي ونضيفه. هتغسليها تقطعيها بالشكل ده نصين كل البطاطس اللي عندك. انا عامله حبه صغننين، انت حابه تكتري اوكي براحتك، انا عامله الحبه دول بس. انا قطعت البطاطس كلها زي ما انتم شايفين كده نصين كده كده كده. هنروح هنحط حل على البوتاجاز ونحط فيها ميه ونحط فيها ملح. الحله اهي عليها الميه والميه سخنت جدا، بسم الله الرحمن الرحيم ربنا يستر. هتنزلي بقى بالبطاطس كلها وتسلقيها، تاخد وقد ما تاخد، ان شاء الله تاخد لها ساعه البوتاجاز. انا عايزه البطاطس مستويه جدا، يعني مستويه كويس اوكي. هننزل بكل البطاطس اللي معانا. بصوا يا بنات هنحط ملح، كتري بقى عشان الملح بيفضل في الميه، يعني مش هيقول لا. عقبال يا بنات البطاطس ما تستوي هنجيب حله، الطاسه مش حله، نحط عليها قطعتين زبده، نحط عليها شويه زيت زي ما انتم شايفين كده. هنسيبها لما تسيح الزبده ونروح حاطين عليها المشروم. جبت علبة مشروم اهي، قطعتها بالشكل ده بسم الله، وهتنزلي بالعلبة كاملة عشان تبقى يعني الحشوة. طبعا انتوا عارفين المشروم كده كده بيقل، خلاص اهو. هتقلبيه كويس وبعدين دقيقتين كده، دقيقة واحدة مش دقيقتين. وهتنزلي بالبصل نفس الحكاية، انا مقطعة البصل شرايح زي ما انتوا شايفين كده، خلاص. بصوا انا ما استنيتش هي دقيقه واحده وبعدين هنزل بالبصل. شايفين البصل متقطع ازاي؟ كله متقطع شرايح كده جوليان اهو، ماشي. وهنقلبها وهنغطي المشروم مع البصل عشان يتبلوا ويتبلوا بسرعه. بصوا هغطيها واسيبها دقيقتين وهرجع تاني بس تتبل، انا مش عايزاها تموت، انا عايزاها تتبل بس. انا استنيت عليها دقيقتين زي ما قلت لكم يا بنات. هينزل عليها شويه زيت زيتون، انا جايبه زيت، انا ما جبتوش، انا جايبه هديه يعني، جايبه اصله الزيت زيتون ده حلو حلو قوي يعني اهو. هتحطي كده حبه، ما عندكيش الزيتون هيبقى احلى يعني. الخطوات اللي جايه دي مش اساسي لكن هتدي طعم احلى للاكل. وده خل بلسمك، انا اول مره استخدمه خل بلسمك ده، يعني مش طول النهار بستخدمه، لكن اللي عمل الوصفه قال ان الخل البلسمك هيخلي الاكله دي طعمها جميل. برده ده جاي للضيق. هتحطي بقى وكتري كده زي ما انا حطيت، وبما انه غالي انا مستخسره فمش هحط كتير عشان مش هشتري اهو. ما تحطيش خل خالص يعني، ما تحطيش، ما عندكيش ما تحطيش، انا بس ده كده طعم للوصفه يعني. هنحط شويه فلفل اسود، رشه فلفل اسود يعني ربع معلقه ولا حاجه، وهنحط شويه ملح وهنسيبها مع بعضها تتبل اكتر وبعدين نشوف هنعمل ايه. بصوا هحط رشه ملح بس خلاص. دلوقتي يا بنات بعد ما استوت لدرجه ان هي طلعت من بعضيها، ده اللي انا عايزاه طبعا. هتجيبي صينيه، لو عندك صينيه تيفال اوكي، انا الصينيه التيفال بتاعتي مش لاقياها، دخت عليها مش مشكله. هتجيبي الصينيه وهترصي البطاطس بالشكل ده. طبعا هي سخنه وانا قبل ما ارصها هطول جدا، فانا هرصها كده وارجع لك زي ما انتم شايفين. استنوا عشان تشوفوا كويس اهو. هتجيبي البطاطس وترصيها بالشكل ده، طبعا زي ما قلت لك بقشرها. هتجيبي الهراسه وتعملي كده ماشي، هتضغطي. انا هضغط عليها كلها برده وهرجع. ما عندكيش هراسه مش مشكله، بقعر كوبايه يعني، احنا مش هنتجنن، بكوبايه بظهرها ونتك كده. انا ما هرسناها يا بنات، انا هرستها طبعا، انا حاطاها في الصينيه دي لان انا ممكن احتاج ان احطها على البوتاجاز بعد كده، فمش هعرف احطها في البايركس، لكن الافضل ليكي. وحطيت طبعا ورق زبده، انت ما تحطيش ورق زبده، انت حطي صينيه، حطي عليها زيت لو صينيه تيفال، حطي عليها نقطه زيت كده والدنيا تبقى حلوه معاكي. بس انا حطيت ورق زبده لان خفت تلزق في التيفال. مبدئيا احنا كده هرسناها زي ما انتم شايفين. هنجيب بقى الخلطه بتاعتنا اللي احنا عملناها، اللي هي الصوص اللي احنا عملناه، وهننزل بيه كله على البطاطس وهنفرده، هنفرده كويس. بعد ما حطيناها ونظمناها بالشكل ده، هتجيبي جبنه موتزاريلا ماشي، حطي عليها جبنه موتزاريلا حلوه يعني، حبه كده حلوين
افرحي يعني، حطيهم وانت بتفرحي ماشي. وهتجيبي زيتون. انا بالنسبه لي طبعا عشان تبقوا فاهمين، انا ما بحبش الحاجات الكتيره اللي هي لحوم، يعني البيبروني واللانشون والبسطرمة مش دايما انا ببقى مفضلاهم على البيتزا، وبيني وبينكم ما عنديش، فلازم اشتغل اي حاجة جت على بالي. قلت انا هوقف الاكل عشان شوية لانشون ولا بسطرمة، لا 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 مش انا ماشي. فلقيت عندي شوية جبنة رومي، اسمه ده اسمه الزيتون كده، اللي لقيته موجود شغلته. وادي اهي جبنة رومي قطعتها زي ما انتم شايفين كده، مش لاقي حد ياكلها بقالها كتير في التلاجة، فقلت ايه حطي واصرفي ما تستخسريش ماشي اهو. وبعدين هنجيب كمان، انت طبعا حابه تحطي بيبروني حطي، حابه تحطي لانشون حطي، ان شاء الله يا رب تحطي اللي انت عايزاه، انت حر. وهرجع احط تاني شويه ايه موتزاريلا. طبعا انا حطيت كل الموتزاريلا اللي عندي، يمكن اروح عند الجيران اشحت حبه عشان اكمل الطبخ اهو. خلاص هتعملي ايه بقى دلوقتي؟ هتشغلي الفرن على اعلى درجه، وهتنزلي الشبكه بتاعتك لتحت خالص، هتخلي الشبكه لتحت، وهتحطي الصينيه بتاعتك. لما تلاقي الوش بتاعها اتحمر وهي ما اتحمرتش، هترجعي تحطيها على البوتاجاز وتفضلي تعملي فيها كده زي الكنافه بتاعت حبايبنا السوريين وحبايبنا اللي هم احنا الفلسطينيه لما بيعملوا الكنافه النابلسيه، هتفضلي تدوبي فيها كده لو انت حاسه ان من تحت ما استوتش. يلا نحطها في الفرن. يا بنات انا قاعده في الفرن قد ما تقعد، زي ما قلت لكم هي مش هتفرق معايا الوقت اللي هتقعد فيه، المهم بصوا انا حسيتها طبعا ما لحقتش، اصل هي ما خدتش وقت كتير، هي الجبنه بس تسيح، الجبنه تسيح. فانا كده هعملها على البوتاجاز بالشكل ده كده دقيقتين بس، عشان حاطه ورق زبده، انت بالنسبه لك مش تبقي حاطه ورق زبده. انا هعملها زي كده وبعدين هنشوف هنعمل ايه. دلوقتي يا بنات احنا جبناها، انا بسهل عليك كل حاجه. هتجيبي غطا حله، اه غطا حله، اي غطا حله، حطي عليه ورق فويل، تقفليه زي كده. ورق زبده، نقط ورق ايه؟ انا الدور فايت ده مش بقى كنتوا عارفين هو ده الخبر بيعمل اكتر من كده يا جماعه. هجيبيها وهتقلبيها، استني بس مش طايقه اقلبها، استني بسم الله الرحمن الرحيم. جيبيها زي كده. طبعا غطا الحله مش هينفع، ما تستخدموش غطا الحله لان غطا الحله تقدر ترقص كده معاك. استني بس لما اجيب سكينه وقفيها عشان اهو زي ما انتم شايفين. طيب انا هخلي ورقه الزبده دي وهجيب طبق، انا ما اعرفش حاجه بقى انتوا عارفين، هجيب طبق زي كده. استنوا برده تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. هتبقى بالشكل ده. اوكي اهي، انا خليت ورقه الزبده علشان تحميها يعني. تعالوا بقى نشوف كده، نجيب معلقه صغننه، بس انا ما بنش معلقه صغننه كده وندوق من على الجنب. بصوا جمالها. طبعا ال الخل البلسمك وداها في حته ثانيه، انا دقته قبل ما احطها، بس طبعا هي ملهلبه، استنى ما تبرد وارجع ادوقها واقول لكم. طعمها جنان جنان، بس انا 3 ساعات طعمها حلو قوي. الخل البلسمك وداها في ناحيه ثانيه خالص خالص. لازم تجربوه، سهله. ممكن تستغني عن حاجات كتيره، اهمهم اللي هو الخل البلسمك والزيت الزيتون. زيت الزيتون ممكن تحط زيت عادي، زيت الخل البلسمك ممكن ما تحطيش، بس هو بيديها طعم تاني. انا بالنسبه لي عمري في حياتي ما استخدمته اول مره، دي اول مره استخدمه. فطريقه سهله واقتصاديه وهتنفعك. احنا مش هقول عليها بيتزا، انا هقول عليها ان هي طريقه بطاطس جديده احنا بنعملها. فجربيها وقولي لي رايك، ما تنسيش تعملي لي لايك وشير على مطبخ بطوط على الفيسبوك، كمان مطبخ بطوط على اليوتيوب، وتحت امركم في اي استفسار. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.